السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وتغطية جديدة لمشترياتنا الجديدة المستمرة الأونلاين. تعالوا نكتشف ونشوف في إيه النهاردة. اللي بيشوفنا لأول مرة، القناة متخصصة في تغطيات مشتريات أونلاين، بنعملها أنبوكسنج قدامكم وبنسيب لكم روابط الشراء من نفس الموقع تحت الفيديو في مربع الوصف. اللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يعمل سبسكرايب، اشترك في القناة، ما تنساش اللايك، فعل رمز الجرس عشان أي فيديوهات جديدة إن شاء الله بتوصلوا تنبيه بيها. يلا يا جماعه جاهزين نفتح ونشوف. ادي الشحنه، هنعيد برضو نفس الحكايه اللي هي عباره عن حاجات كتيره متجمعه، وبعرف ازاي ان هي متجمعه عن طريق ان هي بتكون متغلفه بالتغليف او الغلاف بتاع علي اكسبريس. تمام، طيب تعالوا نفتح كده عشان ما نضيعش وقت ونشوف ايه الحكايه وايه اللي معانا في اللفه ديت. تمام، هم بيغلفوها تغليف زي ما انتم شايفين كده، تغليف كويس بحيث ان هي حافظ عليها من الشحن بشكل كبير، وده بيكون اللي هو الشحن الدايركت لو بنسميه او بيتقال عليه علي اكسبريس دايركت. اللي بيخش الموقع هيكون فاهم اكيد انا بتكلم عن ايه، ويمكن ده انا عملت له فيديو لوحده عشان اتكلم عنه ونقول ايه طبيعته وبتقدر تستفيد بيه ازاي وتطلعه زي ما عندك. طيب فتحنا، ادي شفنا، ادي الثانية وادي الثالثة. شوفوا بقى كانت كلها متجمعة في مكان واحد. تمام، طبعا الناس كتير بتسالني هي ازاي انا اقدر اجمعها كده. انا ما بجمعش حاجه ولا انت هتقدر تجمع حاجه، انت بتطلب بتحط الحاجه اللي انت بتختارها في من على الابلكيشن من على الموقع في العربيه بتاعتك، وبتكون هي مشموله في الشحن اللي هو علي اكسبريس دايركت، وبتدفعها كلها مره واحده. هي الحاجه لما بتكون في الغالب في مدينه واحده بيجمعوها وبتتشحن لك مره واحده برقم تراك، حتى مش اللي بيكون موجود قدامك على الموقع او في الشراء، ولكن بتقدر تتابعه بشكل طبيعي جدا. تعالوا نفتح حاجه حاجه ونشوف كده ايه اللي فيها. نبدا بالكرتونه ديت. مده الشحن يا جماعه بتاخد لها يعني حاجات مختلفه بصراحه، يعني مفيش وقت محدد ليها اقول لك توصلك بعد قد ايه، ولكن في رينج ليها ممكن توصلك فيه، يعني من هنقدر نقول كده من 15 ل 25 يوم، 15 ل 25 يوم، وفي حاجات قبل يوم 15 بس قليل مش كتير، في حاجات قبل اليوم 15 بتبص تلاقيها وصلتك لغايه عندك. تمام، طبعا بيجي لك مندوب شركه البريد بيتصل عليك وبيبعتوا لك رساله في الاول بيقول لك ان الايه ليك شحنة أو استلمنا شحنة باسمك، وطبعا أنت ما بتعملش أي حاجة، هما بيجيبوها لك لغاية عندك. دي حاجة لأن هو البابل دوت، تمام، عشان يحافظ على الإيه الشحنات. دي سماعة هايلو تي 15، اسمها سماعة هايلو تي 15. تمام يا جماعة، من السماعات الهايلة جدا والممتازة جدا، يعني خلينا نبقى نعمل لها فيديو مخصوص ليها. البوكس بتاعها اللي هو ده اللي في بعض الناس بتقول عليه الحافظه بتاعه السماعات 2200 ملي امبير، يعني بمعنى اصح هيعيد شحن السماعه بتاعتك كتير جدا، مش هتحتاج ان انت يعني تشحن البوكس فترات متقاربه، لا فين وفين عقبال ما هتفكر تشحنه مره ثانيه. تمام، فدي من اهم ميزه في السماعه ديت ان هي البوكس بتاعها او الحافظه بتاعتها ب 2200 ملي امبير. اضافه الى البراند اصلا بتاع هايلو يا جماعه ممتاز جدا، يعني ليهم اصدارات وموديلات نجحت جدا في البدايه زي الهايلو الجي تي 1 والجي تي 1 برو، حاجات ناجحه جدا بشكل كبير قوي، وكلهم بيجي بنفس العلبه ديت وبنفس التقفيل والتغليف دوت. تمام، ديت كانت الشحنه الاولى عباره عن السماعه الهايلو تي 15.
بنصح بيها، وبسيب لكم الروابط تحت او الرابط بتاعها تحت الفيديو للي عايز يخش ويشوف تفاصيلها اكتر من اللي احنا قلناه. تعالوا نشوف اللي بعدها. مش محتاجة المقص كويس. جوي روم، سماعة جوي روم T09، سماعة جوي روم T09، من الحاجات برضو طبعا غنية عن التعريف. البراند اصلا اللي هو الجوي روم ليهم موديلات كتيرة جدا، ليهم موديلات ناجحة جدا، اللي هو ال T03 اس يعني كانت فوق الخيال، لانها كانت اقرب سماعة تتشابه مع الايربودز حاجة ابل او بتاعة ابل، فكانت نجحت جيروم في الموديل ده بشكل كبير جدا. ده اخر اصداراتهم واخر موديل لسه منزلينه جديد، بيجي شكل الحافظه بتاعتهم كده وشكل السماعه زي ما حضراتكم شايفينه. الموديل اسمه جيروم T09، تمام. طبعا مقاومه للماء وخمس مرات ومفيش تاخير عن اي حاجه انت او فيديو بتتفرج عليه او مثلا بتلعب جيمز ولا حاجه، مفيش الكلام دوت خالص تحس بالتاخير. خاصيه طبعا التبديل التلقائي، انك تقدر تستخدم اي من السماعتين بشكل فري جدا، بتسيب ديت في الصندوق تطلع ديت براحتك، اي واحده منهم تقدر تستخدمها، تقدر تستخدم الاثنين مع بعض بشكل طبيعي جدا وبشكل سلس قوي. يعني طبعا اوتو بيرنج، اتصال تلقائي، 18 ساعة بلاي تايم ويز تشارجنج كيس. يعني ايه 18 ساعة بلاي تايم؟ يعني هي هتشتغل معاك او تديك اجمالي الاستخدام بتاعها 18 ساعة، بس مش هتديهم لك مرة واحدة. يعني مش وانا قاعد بستخدم السماعة حاططها في وداني وبسمع حاجة لمدة 18 ساعة. مين طبعا بيقدر يقعد يسمع حاجة لمدة 18 ساعة او 10 ساعات؟ اقصى حاجة انت ممكن تستخدمها تستخدمها لمدة ساعتين، او بتتفرج او بتشاهد فيلم ولا حاجة، هترجع تسيبها تاني في البوكس بتاعها، هتبدأ هي تشحن وتبدأ تستخدمها مرة تانية، وبالتالي هتديك الاجمال اللي هو 18 ساعة في الاستخدام او الاستماع. بلوتوث 5 طبعا من الحاجات الاخيرة او الجديدة اللي قلنا، ووتر بروف، اتش دي كول، يعني الصوت بتاعها هيكون نقي جدا في المكالمات اللي بتتصل عليها، هيقدر يسمعك بشكل كويس. هاي فاي ساوند كواليتي، الكواليتي بتاعها او في الساوند هيكون عالي. جوي روم T09 ديت برضو كانت من الشحنات اللي احنا كنا مستنيينها. تعالوا نشوف اخر حاجه معانا، نفتح من هنا. طيب نوسع بقى عشان نعرف نشوف. ده يا جماعة ليجان او بناطيل ليجانز اللي هي الحريمي او النسائي او البناتي. تعالوا نفتح واحد ونلقي عليه نظرة. طبعا دي مقاسات مختلفة، في الميديم، في اكس لارج مكتوب عليها باينة دوت، والمقاس تاني مختلف. تعالوا نفتح كده ميديم كده هنا ونشوف الأخبار. نفتح الأزرق، نمسك الخامة عشان برضو نقول إذا كانت تستاهل ولا لأ، وبرضو بسيب لكم الروابط بتاعة الشراء بتاعته تحت الفيديو. الخامة والتقفيل جدا روعة وممتازين، طبعا بيبقى عامل زي الاسترتش او الكرة. ده اكس لارج ومكتوب على الكيس من بره اكس لارج. خليني اوريكم المنظر بتاعه.
واضح يا جماعة. هو ده طبعا، دي بتبقى بناطيل رياضية للمشي، لأي أنشطة رياضية يعني، جدا مريحة وبتسهل على أي حد إن هو بيقوم بعملية رياضية كتير بشكل يومي بشكل مستمر. أكيد مش هيستغنى أو مش هتستغنى هي عن أي حاجة من الحاجات دي. دي كانت التغطية بتاعت الشحنة بتاعت النهاردة اللي شفناها، الليجنز أو البناطيل، السماعات الهايلو والسماعات الجيوب. طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش يا جماعة اللايك، روابط الشراء تحت في مربع الوصف وبس، والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم.